نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، أهلا بكم وإلى عناوين النشرة. وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي يجري مشاورات مع المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة. قائد قوات الحزام الأمني دلتا أبين ينجو من محاولة اغتيال واستشهاد 2 من مرافقيه. جامعة حضرموت تدشن فعاليات أسبوع البحث العلمي الثاني بالمقلة. انعقاد المؤتمر التأسيسي لاتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبي.